محكمة النهاردة نطقت الحكم على هبة السيد وابنها محمد والمتهم الثالث حسن مشالي. المحكمة النهاردة حكمت بالسجن مشدد 7 سنوات لهبة و10 سنوات مشدد لابنها محمد، ومؤبد للمتهم الثالث اللي هو حسن اللي هو جوز هبة. كتير ممكن هيسأل ليه المحكمة أو إزاي المحكمة تدي حكم 10 سنوات للابن و7 سنين للأم، والأم هي السبب في اللي وصلت ليه ابنها واللي وصلت ليه جوزها واللي وصلت بيه الأسرة أصلا للي حصل دلوقتي. أحب أوضح لكم توضيحات بسيطة كده لكتير منكم محدش عارفها، وكتير كانوا بيعلقوا لي على الكومنتات وأنا ما كنتش حابب إن أنا أتكلم في الموضوع ده إلا بعد ما نشتغل في القضية ونخلص القضية. أنا عايز أقول لكم حاجة، كلهم مخطئين، كلهم مخطئين، والأم أخطأت والابن أخطأ، الابن أخطأ. خلينا بقى نتكلم في الرأي القانوني في القضية، ليه اتحكم عليها ب7 وليه اتحكم على ابنها ب10، وهقول لكم في الآخر برضو ليه اتحكم على المتهم الثالث ب25 سنة. أولا، جريمة هتك العرض فهي أخطر جريمة أو أخطر تهمة في كل التهم المتوجهة للثلاث أطراف، للثلاث متهمين. جريمة هتك العرض، لو الواقعة الطبيعية اللي كلنا عارفينها ان لو حد هتك عرض طفلة او بالغ بتبقى العقوبة من 3 لـ7 سنوات، لكن لو الجريمة دي تمت من احد اصولها او فروعها او الولي عليها زي ابوها زي اخوها زي عمها زي جدها بتوصل العقوبة لـ15 سنة. يعني عايز اقول لكم ان محمد لو هيعاقب قانونا فهي العقوبة توصل لـ15 سنة، والقاضي ليه الحق انه يديله 15 سنة مش 10 سنين. طيب هتقولوا لي هو ليه اداه الحكم ده بالرغم ان احنا اشتغلنا في القضية وترفعنا وبرضه خد حكم 10 سنوات. احب اقول لكم بقى معلومات كتير محدش يعرفها، ان ان محمد معترف واعتراف تفصيلي في تحقيقات النيابة، والبنت اللي هي اخته حبيبة لما جت اعترفت بنفس الاعتراف اللي اعترفه محمد، والاثنين معترفين اعتراف تفصيلي، وان الواقعة اللي تمت دي كانت بتتم من 2018 لحد الوقت اللي احنا عاملين فيه الفيديو ده او لحد ما اتمسكوا. كان بيمارس الرذيلة مع اخته. انا مش هتكلم بالالفاظ دي كتير ومش هتكلم في الموضوع كتير، بس انا حابب اقول لكم الكلام اللي في القضية او الكلام اللي بناء عليه القاضي ادى حكم زي ده. هتك العرض هي اخطر تهمة في القضية دي، عشان كده هو خد 10 سنوات، وخد 10 سنوات مع الرأفة مع المرافعة بعد ما قدمنا ان هو عنده مرض نفسي وان هو بيتعالج وان هو اصلا راح لعيادة انه يتعالج وياخد علاج، وقدمنا روجيتا وطلبنا عرضه على الطب النفسي. طبعا المحكمة ما اتجهتش لكل الطلبات دي لان الواقعة مش سهلة، ازاي اخ يعمل كده مع اخته، وغير ان هو اعترف في التحقيقات وهي اعترفت في اول جلسة اللي انا ما كنتش حاضر فيها وما كانش فيه دفاع عن محمد. لما القاضي سأله الكلام ده حصل فعلا؟ قال له اه حصل، يعني كمان اعترف قدام القاضي. فالعقيدة تكونت عند القاضي ان الجريمة خلاص مكتملة الاركان، في وقعة وفي جريمة وفي فعلا هتك عرض، وهتك عرض من احد اصول المجني عليها يعني اخوها. الام خدت 7 سنوات، فهي خدت 7 سنوات عشان شهرت، عشان استغلت الاطفال، فده عدل ربنا. يعني ما الحكم الا لله، وفي الارض للقاضي. القاضي شاف ان السبب او ان الاحكام اللي اداها للثلاث متهمين دي هو ده اللي هم يستحقوه. انا لما قبلت القضية وخدت القضية عشان ابو محمد طلبني بفيديو وقبلتها، وكتير منكم شاف الفيديو ده، قبلتها لوجه الله تعالى. وما حضرت اول جلسة ليا اللي هي تاني جلسة في المحاكمة بتاعتهم، اجلت القضية للمرافعة وللاطلاع. ولما قريت القضية انا عايز اقول لكم ان هي 360 ورقة. القضية كل مصاريف القضية من اول تصويرها لحد حضور الجلسة امبارح فانا متكفل بيه. لما اجلت الجلسة اللي فاتت للمرافعة والاطلاع، انا قريت القضية لقيت القضية ما فيهاش ولا ثغرة واحدة في صالح المتهم. المتهم معترف، اولا امه معترفة وحكي اللي شافته من 2018،
ثانيا هو معترف، ثالثا اخته معترفه، وفي كلام كده انا مش عايز احكي تفاصيل كتير عن القضيه عشان محدش يقول ان انا بشهر بيهم، بس في كلام في القضيه كتير منكم ما يعرفوش. البنت نفسها كانت بتقول ايوه بيحصل، وانا كنت ببقى مبسوطه وهو مش عارف ايه كان بيستريح. يعني حاجات كتير في القضيه انا ما ينفعش اتكلم فيها، ومش حابب ان اتكلم فيها، ومش مؤذ ان انا اتكلم فيها اصلا. المهم ان هم معترفين، ولما جه قدام القاضي في اول جلسه اللي ما كنتش حاضر فيها اعترف. فلما اجلت القضيه انا مش شايف فيها ثغره، والثغرات الوحيده اللي انا شايفها فيها هي ثغره ان هو مريض وبيتعالج. وبالفعل كلمت حمدي ابوه ورحنا العياده، وطبعا القضيه مسمعه، العياده رفضت ان هي تدينا تعهد او اقرار ان اقرار منهم ان هو كان بيتعالج. فاكتفيت بالروجيتا ورحت قدمت الروجيتا، وطبعا القاضي ولا خد بالروجيتا ولا خد بان عرضه على الطب النفسي، لانه عارف ومتاكد والعقيده مكتمله عنده من اعترافه، من اعتراف الشخص نفسه اللي قدامه. اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا عملنا اللي علينا، وانا يعني ربنا وحده يعلم ويشهد عليا وعلى فريق المكتب. قعدنا على القضية، دورنا على ثغرات كتير جدا، وسهرنا عليها كتير جدا، وبرغم مرافعتنا وكلامنا الى ان القاضي ما خدش بكل ده واداله الحكم اللي شايف ان هو يستحقه. دي حاجة. تاني حاجة يعني مش عارف اقول ايه، بس انا حبيت ان انا اوضح لكم الصورة، واوضح لكم مين بالفعل اللي جاني ومين اللي مجني عليه، وما تاخدوش بالكلام اللي شفتوه على السوشيال ميديا او الفيديوهات ان هم كانوا بينزلوها، عشان في حاجات كتير انتوا ما تعرفوهاش.